مشاهدينا مشاهدي قناة LTC في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع المغربي. هنكون معاكم من دلوقتي لمدة ساعة كاملة على الهواء، وزي ما عودناكم دايما من خلال برنامجكم أن احنا نكون صوت الشارع، نعرض لحضراتكم الإيجابيات والسلبيات ونقدم حلول في متناول الدولة. بنتناول أهم القضايا على الساحة المصرية، هدفنا أن احنا نقدم إعلام راقي وهادف. بنتمنى أن احنا نحظى باهتمامكم ومشاركتكم معانا. مشاركة حضراتكم طبعا للبرنامج ده شرف احنا بنتمناه وبنفخر بيه، شيء كويس ومشرف أن احنا بنلاقي حضراتكم متابعين معانا ومشاركين معانا وبتعرضوا مشاكلكم على صفحة البرنامج. وطبعا صفحة البرنامج طبعا وأرقامنا قدام حضراتكم على الشاشة، نتمنى ان احنا نكون عند حسن ظن حضراتكم. طبعا من المشاكل اللي بتعاني منها الدولة المصرية عامة، ده من قديم الأزل مش من دلوقتي، بس الرشوة. الرشوة في مصر طبعا بينتقدها الجميع، وطبعا تمثل عدو أكبر لأي دولة في العالم، فهو مرض يجب استئصاله وبتره لانتهاكه للمبادئ النزيهة والتعدي على الحقوق. وأهم ما بتواجه بلدنا الآن هو الرشوة. الرشوة والفساد الإداري انتشر بطريقة وتوغل في كل المنظمات والمؤسسات والهيئات. تبعنا نهج جديد في التزاكي والفبركة. الناس دلوقتي بقت بتدور على أي حاجة تدور بها أو تبرر بيها الرشوة أو المصيبة اللي هي عاملاها. طبعا كله دلوقتي بيركب الموجة، كله طبعا عايز يعدي بأي طريقة، سواء بقى بالنصب بالاحتيال، المهم ان هو بيتزاكى، كله بيتحايل على القانون. المهم ان هو في الآخر لازم بيطلع حد كده بيقولوا عليه كبش فدا. احنا بندور ان احنا نحافظ على بلد، عايزين بلد بتنهض، دولة رئيس منتخب بيجمع الناس حواليه، نفسه يعمل حاجة للبلد، شعب كامل بيتمنى ان هو يوصل لبر الامان بالدولة. عدينا مرحلة كبيرة وبتمنى ان احنا نعدي المراحل الجاية، بس ده كله هيكون ازاي؟ لازم من رقابة على الاخلاق والضمير، لازم نكون كل واحد فينا بيراقب نفسه، لازم كل واحد فينا يعرف ايه اللي هو مطلوب منه صح ويعمله. لازم نبعد عن الفساد وسرقة الاحلام وقتل الاموال وعن ارتكاب ما حرمه الله واستغلال روح القانون لخراب الوطن. الناس دلوقتي كله بيتكلم بالدين وكله بيتكلم بالقانون، اهم حاجة ان انا محدش يقدر يمسك علي حاجة، ودي مش شطارة. الناس بتسميها بقى فهلوة، بتسميها زي ما يسميها، المهم ان هو في الاخر هو مجرم ولازم يتحاسب. احنا الاسبوع ده بس في كذا يعني واقع كده في موضوع الرشاوي، ناس بتعاني منها، فلازم يكون في تغيير للدم الفاسد الراقد اللي موجود دلوقتي. لازم يكون في حل لكل ما يعوق حركة الإصلاح. لازم نشرك كوادر جديدة في العمل لضخ دم جديد والاستفادة منه. لازم يكون في امل ان احنا يكون في اصلاح. الامل موجود والقياده السياسيه بتنادي بيه. اول تقرير النهارده هو القبض على رئيس حي الهرم متلبسا برشوه. امبارح تم القبض، كان يوم الثلاث، تم القبض على اللواء ابراهيم عبد العاطي رئيس حي الهرم متلبسا بتقاضيه رشوه من شركه مقاولات مقابل عدم تغريمها بسبب مخالفتها في العديد من المباني التي تشيدها في دائرة الحي، وذلك بعد تسجيل الواقعة بالصوت والصورة وأثناء تقاضيه مبلغ الرشوة داخل مكتبه، بعد الحصول طبعا على إذن النيابة العامة بتسجيل المكالمات وضبط المتهم، وأنه تم الاتفاق بين المتهم وشركة المقاولات على تجهيز نصف مبلغ الرشوة ظهر أمس، وتحدد موعد التسليم، وعقب وصول الأطراف أطراف الواقعة والتسجيل لهم تم القبض على المتهم، وكما تم التحفظ عليه مع مبلغ الرشوة. مش عارفين فريق الإعداد مجهزين تقارير في الموضوع، في تقارير يا جماعة في الموضوع ده؟ مفيش تقارير معاكم ليه؟
ما فيش تقارير يا استاذ عمر عندك؟ طيب في يا جماعه تليفون معانا سياده النائب ايهاب غطاطي عضو مجلس النواب عن دائره الهرم. اهلا بيك يا سياده النائب. وقع منكم؟ طب حاولوا يا جماعه توصلوا له تاني. معانا وقعت رشوه تاني. طبعا الاول اللواء ابراهيم عبد العاطي طبعا كان مسك مامور اسم الدخيله على ما اعتقد في اسكندريه، وكان ماسك مامور اسم المنتزه اول، والراجل ده كان الناس بتشهد له بالكفاءه، فمش عارفين ايه اللي بيحصل. يعني الناس دي بعد ما بتطلع معاش ايه اللي بيحصل لها؟ يعني فتره الخدمه بتاعته الراجل ده كان كله بيشيد بيه وبنزاهته. انا شخصيا اتعاملت مع الراجل ده من فتره كبيره، كان فعلا حد محترم وحد كويس، حتى كل الاقسام اللي هو اشتغل فيها الناس كلها كانت بتشيد بادائه يعني. فهل الفساد او فساد المحليات ما انش الاوان ان احنا نقضي عليه، ولا المحليات دلوقتي اصبحت هي خلاص حكر دلوقتي اي حد لازم يخش فيه؟ الناس القديمه خلاص لازم الجديد ده يجي عليا لازم يمشي زي ما انا ماشي، يا كده يا اما في تلفيق قضايا وفي وفي وفي، بدليل ان في ناس كتير جدا بتبقى داخله المكان ده معروف عنها النزاهه والالتزام، والا ما كانتش الدوله اختارت الناس دي، لان الراجل ده خدمه كامله في وزاره الداخليه، مسك اكتر من منصب في وزاره الداخليه، وخرج من وزاره الداخليه بكل نزاهه وكل شرف، الناس كلها كانت بتشيد بيه وباخلاقه وبنزاهته. لما يجي النهارده يمسك رئيس حي الهرم ونطلع بمشكله زي دي، يبقى بالتاكيد في حاجه غلط، يا اما المكان اللي هو فيه خلاص مكان ملوث وهو اللي بيجبر الناس انها تمشي في الطريق ده، واما الناس دي اصلا هي قابله للانحراف وقابله انها تبقى حاجه كده، بس يعني المكان اللي هو كان فيه الاول كان محجمه كان كان كان. فعلى اي اساس بيتم اختيار الناس دي للمناصب دي؟ يعني الناس دي انا اعرف ان اي حد بيمسك منصب زي ده بيكون فيه تحريات وفي يعني امن الدوله بيشتغل عليه او امن الوطن بيشتغل عليه، السي في بتاعه القديم بيبقى لو فيه اخطاء بيستبعدوه، الحاجات دي كلها حاجات مهمه جدا. بس النهارده لما نلاقي حد، ومش حد ده اكتر من حد، يعني ناس اشادت بيهم، وبعد ما بيتقلد منصب من المناصب دي بنفوجئ ان الناس دي تحولت الى 90 درجه نحو الانحدار. الرشوه طبعا دي مش حاجه هينه، ده يعني شركه مقاولات بتشتغل في مجال بناء عقارات، طبعا البناء ده بيبقى ليه شروط معينه حفاظا على ارواح الناس. لما النهارده انا اسهل لواحد زي دوت، او هو عنده علم ان انا هسهل لك حاجات في التراخيص بتاعتك وفي المباني بتاعتك، فاللي انا هدفعه هوفره في المباني، يبقى النهارده بعرض المواطنين للخطر وبعرض الناس دي للخطر. عشان ايه؟ مسؤول ما عندوش ضمير، ومقاول ما عندوش ضمير، او شركه مقاولات ما عندهاش ضمير. الموضوع زاد عن حده، الناس كلها بتشتكي دلوقتي من المباني والعقارات والمصايب اللي بتحصل في العقارات. حضراتكم الصور بس، ده يا جماعه ده مسؤول ده بتاع شركه البترول ده يا جماعه. ده التقرير اللي بعده، يا ريت الناس صحصح كده يا استاذ وائل الله يكرمك. احنا طبعا منى عبد الرحمن دي يا جماعه حد معانا على التليفون يعني ولا ايه؟ التقرير اللي بعده يعني موضوع الرشوه طبعا لو اتكلمنا عليه كتير جدا مش هنخلص، لان الموضوع طبعا كبير وناس كتير اتمسكت بيه وناس يعني وكلهم مسؤولين. بصراحه الرقابه الاداريه عامله شغل غير عادي، مش عارفين الناس دي كانت فين من زمان وسايبه الناس دي تتوغل في البلد. على العموم احنا بنتمنى ان ربنا يمن علينا بالاصلاح، وان الناس دي تكون في حلول معاها، وان كل فاسد في الدوله دي ياخد جزاء. معانا تقرير تاني، معانا منى عبد الرحمن طالبه في المرحله الثانويه حصلت على 27%، مش عارفين اشمعنى 27%، يعني ليه ما خلوهمش 25 وليه ما خلوهمش 30؟ هو 27 مش عارفين ليه يعني. ودي راسبه في 5 مواد. الناس بتقول ان منى دي من اكتر الناس متفوقا، يعني من الطلاب المتفوقه جدا. طبعا الموضوع انتشر في الاخر كده على صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، فيديو لطالبه في المرحله الثانويه تدعى منى عبد الرحمن احمد من قرية المساعيد بمحافظة الشرقية، تناشد وترجو من الرئيس ووزارة التعليم التدخل لحل مشكلتها.
منى باختصار دي حصلت على مجموع 27% وشالت 5 مواد مع انها من المتفوقين طول فترة دراستها. احنا معانا تقرير ليها هنشوفه ونشوف منى بتطلب ايه من الدولة وتناقش الدراسة بتقول ايه ونكملين مع حضراتكم. أنا اسمي منى عبد الرحمن أحمد من مركز الحسنية الشرقية. أنا كنت منتظرة النتيجة المدرسة بالثانوية بنات في الحسنية. أنا كنت منتظرة النتيجة إن أنا أكون من الأوائل، وفوجئت بالنتيجة بتاعتي 27%، وجات لي صدمة عصبية، قعدت 3 أيام ما بتكلمش، وبابا قال لي ما تزعليش عشان أنا هتصرف في فلوس وأعمل لك تظلم وهعمل اللي أنت عايزاه، ما تزعليش نفسك. عملت تظلم ورحت عشان اشوف الورق بتاعي في اسماعيلية في الكنترول، لان فوجئت ان الورق بتاعي الغلاف بتاعي، اما اللي بداخل الورقه مش تبعي خالص، ولا خطي ولا الحل اللي انا كنت حلاه. فطلعت بره، فالمدرسين كانوا مصدومين اكتر مني، وبشهاده زمايلي ان انا كنت متفوقه في الدروس ومقفله في كل الامتحانات الخارجيه، والطلبة كانوا بيقولوا لي طب بإذن الله. وبناشد الرئيس السيسي بإن أنا عايزة حق يرجع لي حق الورق بتاعي، وأنا مستعدة إن يكون في خبير خطوط، ومستعدة ولو في إعادة امتحان أنا مستعدة برضو لإعادة الامتحان تاني، ما عنديش أي مشكلة. بس طبعا هو مش شهاده الناس ان هي متفوقه، ده معناه ان هي متفوقه، بس حد بيقول لك انا عندي استعداد لاي حاجه، تصحيح اوراق، خبير خطوط، المهم ان انا حد متفوق وحد متاكد من نفسي. الناس بتاع الثانويه العامه او طلاب الثانويه العامه ما عادوش مستحملين اي حاجه. امتحانات بتيجي، ان احنا طبعا بنشوف واتكلمنا على موضوع الثانويه العامه والمشاكل اللي بتقابل الناس دي، الناس ما بقتش مستحمله. قبل ما ادخل الحلقه دلوقتي حد كلمني من طالبه في كليه حقوق جامعه اسكندريه، بتقول لي انها شالت 4 مواد السنه اللي فاتت بنفس المجموع، والسنه دي شالتهم برضو بنفس المجموع، يعني واخده 2/10 السنه اللي فاتت، السنه دي خدت 2/10. ده معناه ايه؟ حاجه من الاثنين، يا اما الدكاتره ما بيصححوش الاوراق وبيجيبوا اي حد يصحح، او زي ما بنسمع ان هم بياخدوا الورق مثلا لو عنده شغاله ولا حاجه بتصحح له وهو بيروح صيف، يا اما الناس دي مش بتبص في الورق اصلا ولا بتصحح. وفي كل المقاييس وفي كل الاحوال الموضوع ده كارثه. يا جماعه ده مستقبل بلد. الشباب ده هو راس مال البلد دي. لما احنا النهارده طالبه زي دي بتقول لك انا من المتفوقين بشهاده حتى المدرسين بتوعها، وتفوجئ انها جايبه 27% وشايله 5 مواد، ده معناه ان انت حتى ما شفتش الورقه اللي قدامك بصيت فيها. يعني لو كلام البنت دي صح معناه ان احنا عندنا كارثه ولازم نقف قدامها ونحط تحتها 1,000,000 خط. يعني لما تكون وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم بتعمل كده ومفيش حتى تصحيح لأوراق بطريقة سليمة ولطلبة الثانوية العامة، معناه إن ممكن واحد يخش طب وهو أصلا آخره يعني أقل كلية ممكن يجيبها، وواحد تاني ممكن يخش هنقول إيه، مش عايزين نقول على الكليات حاجة لأن الكليات كلها طبعا كل واحد شاطر في مجاله يعني، فمش عايزين نقل من أي حاجة يعني. احنا معانا الاستاذ عزت عبد الوهاب على التليفون، متبني حاله الطالبه منى. اهلا بيك يا استاذ عزت. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. تمام والله. عايزين نعرف تفاصيل من حضرتك يا استاذ عزت. والله يا فندم كل الموضوع اللي جالي تليفون من اسره فقيره جدا، ناس على قد حالها، من قريه المساعيد مركز الحسينيه الشرقيه. تمام. الاب بيستغيث حاله عنده ان بنته طالبه في الثانويه العامه متفوقه جدا، طلع الاولى في الاعداديه، طلع الاولى في الابتدائيه قبل كده، متفوقه بشهاده كل المدرسين بتوعها، ان البنت ديت يعتبر من اوائل الطلاب. تمام. في الثانويه العامه. تمام. ساعه النتيجه يا فندم البنت اتصدمت وانهارت ولقت النتيجه بتاعتها 27%. تمام. طبعا رحت انا شفت الوضع، سالت المدرسين كلهم ومعايا ما يثبت كده، قال لي يا فندم البنت ديت كانت طالعه الاولى. كانت طالعه الاولى؟ عاملها وفي حاجه غلط في الموضوع ده. تمام. عملت فيديو يا فندم مع البنت وشكت وقدمت شكوى وعملت تظلم فعلا، وبتناشد السيد وزير التعليم يا فندم اللي هو يفتح تحقيق في الموضوع ده، لان بتقول لك ان ورقه الاجابه بتاعتها اتغيرت، تم تبديلها بمعرفه المراقب. تمام.
يعني هي شافت الخط بتاعها قال مش خط يعني يا استاذ عزت؟ عامله يا فندم تظلم في الاسماعيليه وفي الشرقيه يا فندم. طب هي لما شافت الورقه بتاعتها ما شافتهاش لسه ورقه ال لا يا فندم ده هي بتطلب دلوقتي بتقول لك انا عايزه خبير خطوط هو اللي يفصل بيني وبين الواقعه دي. يعني الورقه اتبدلت مع طالبه ثانيه. اتبدلت مع طالبه ثانيه ربما يا فندم تكون من البشوات اللي دفع فلوس يا فندم. طب يعني هي شاكه في حد معين ولا مش شاكه؟ لا هي مش شاكه، هي بتقول لك الاثناء الامتحانات يا فندم في مراقب معين بيجي يشوف هي حلت ايه. بسم الله ما شاء الله عليك يا بنتي، بسم الله ما شاء الله، ايه يا بنتي انت بتحلي ازاي؟ المراقب ده هو اللي كان بيستلم منها الورقه اول باول، يعني قبل كل الطلاب يا فندم. طب انتوا وصلتوا لغايه فين؟ يعني اخدتوا خطوات لغايه فين دلوقتي يا استاذ عزت؟ والله يا فندم الاسره دي فقيره، ابوها شغال عامل باليوميه راجل فلاح، والناس عملت تظلم، يعني الراجل ده بيستلف فلوس عشان يعمل تظلم، ما لهمش حد، قاعدين في بيت متعرش. فهي بتناشد يا فندم الوزير وبتناشد الدنيا كلها لحد يوقف مع البنت دي، هي بتقول لك انا ممكن امتحن تاني لوحدي واثبت لكم ان انا متفوقه ولا لا. متاكده هي واثقه في نفسها برضه يا استاذ عزت؟ يا فندم ده هي بتقول لك على يقين اتحدى اي حد في العالم اللي انا امتحن لوحدي قدام خبراء وقدام اي حد وما طلعتش امتياز في كل المواد حولوني للمحكمه. دي كلام البنت يا فندم. دي كلام البنت يا فندم وهي موجوده، يعني هي بتناشد اي حد اللي هو يسمع. طيب انتوا ما وصلتوش لاي حد المسؤولين لسه يا استاذ احمد او ما حدش كلمكم ولا حاجه؟ ما حدش يا فندم، انا نزلناها على المواقع ما حدش اهتم يا فندم. ولا حد كلمها ولا حد راح لها. وكلمت كل السيد مدير الاداره، كلمت الناس ما حدش، ما فيش اهتمام. طيب مدير الاداره او وكيل وزاره كان رده ايه يا استاذ عزه؟ بيقول لي اعمل تظلم. كل اللي هم عمل تظلم انها مستقبل بنت زياديات مش مشكله بالنسبه له. وهي حاليا كانت في المستشفى يا فندم، جالها صدمه عصبيه وقعدت في المستشفى اسبوع. البنت جالها حاله عصبيه جامده جدا يعني، واتحجزت في المستشفى الحسينيه اسبوع يا فندم. احنا بنناشد مع الوزير مع حضرتك برضه استاذ عزت، ونتمنى ان هي تاخد حقها، ونتمنى يكون في استجابه من رئاسه الوزراء ومن رئيس الجمهوريه واي حد ليه حق ياخده. بنشكر حضرتك استاذ عزت. معانا الاستاذ احمد مدرس اللغه العربيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اخبار حضرتك يا فندم؟ والله الحمد لله نحمد الله. بيقولوا ان منى كانت متفوقه قوي يا استاذ احمد، وبسم الله ما شاء الله جابت 27% يعني. والله يا منى كل بيشهد لها المدرسين كلها ان هي يعني طالبه ممتازه، يعني حتى لو هنبقى منصفين عارفين في الامر ان هو مستواها يعني ما يقلش عن 90 حتى. تمام. ما يقلش عن 60%؟ نعم. ما يقلش عن 60%؟ 90. 90%، تمام. تمام. بس طبعا انا برضه عشان اكون منصف انا احكم بالنسبه للماده بتاعتي، يعني ماده اللغه العربيه. تمام. ماده اللغه العربيه كان مستواها عندي ممتاز، يعني ماده اللغه العربيه بالنسبه لمادتي انا كانت ممتازه. هي جايبه كام في اللغه العربيه يا استاذ احمد؟ هي اظن ان هي جايبه 48 49 حاجه زي كده يعني. 48%. 48 49، ولكن هي يعني لما راحت قالت ان الورق ده مش ورقي. تمام. بس ده احنا طبعا قلت لها خلاص الجاي للقضاء وقدمي في النيابه وهم يعملوا عمليه تصحيح او مطابقه للاوراق بتاعتي او يجيبوا خبير خطوط. طب من وجهه نظرك يا استاذ احمد بما ان حضرتك راجل تربوي يعني. اتفضل يا فندم. ايه الاجراء الاسرع اللي ممكن تاخده منى؟ والله هو الاجراء الاسرع من القانون، ما فيش اسرع من كده. القانون اسرع؟ لا ده هو مش القانون اسرع، اصل احنا حضرتك مش هتقدر تاخد اتخاذ سليم الا عن طريق القانون. طيب ما القانون برضه هياخد وقت. نعم يا فندم؟ هياخد وقت. ما هو هياخد وقت، ما هو دلوقتي حضرتك مش هي الورق ده مش هتقدر تدخل عليه على الكنترول الا بطلب من النيابه. يعني الورق ده مش هتقدر يعني مش الا اذا بقى اصبحت هي طبعا قضيه راي عام واتخذوا قرار سريع وبداوا يبصوا لورقها ان ورق البنت دي تتغير فعلا ويجيبوا طبعا خبير خطوط ويشوفوا. انا حتى قعدت معاها قبل يعني ما تظهر اعلاميا. طب ايه الحل يا استاذ احمد في الموضوع دي؟ احنا كان في من 3 سنين واقعة شبيهة بذلك يعني، اللي هي كان في طالبة كانت جايبة صفر من 3 سنين أو حاجة زي كده. اللي هي مريم. ودخلت السنة اللي بعدها جابت 99%.
لا والحل بقى الحل طبعا هي الامر يصل لوزير التربيه والتعليم وتحقيق الامر يعني مش اكتر من كده. مش احنا مش بايدينا اكتر ان احنا نطالب بالعداله ان هي تصحح ورقها او ورقه يتعدى النظر فيه او يجي خبير خطوط ويشوف خطها اذا كان هو ده خطها ولا ان هي بتدعي الامر ده بس. طب توقعات حضرتك يا استاذ احمد ممكن يكون السبب ايه؟ ده ممكن فعلا تكون ورقه اتغيرت؟ هي انا ما شفتش ورقها بس هي لما راحت هي قالت انا الورق بتاعي اتغير. هي لما راحت قالت انا الورق اتغير وهي ادرت خطها يعني هي اكتر واحده تعرف خطها ده هل ده خطها؟ ما هو اللي بيراقب واللي بيكون امين على الورق بيكون مدرس يا استاذ احمد صح؟ تمام. فهل احنا ممكن نوصل بالانحدار في بلدنا بالمستوى الاخلاقي ان ممكن مدرس اللي هو المفروض يكون رسول يعني ان هو يسرق ورق طالبه ومجهود طالبه؟ ممكن نوصل لحاجه زي كده؟ والله حضرتك الضمير لو جينا هتبص على الضمير مش هيبقى له علاقه بمدرس او غير مدرس، يعني هي مش الموضوع الضمير مش مقيد بمعلم. الضمير لو انعدم ما بيرتبطش بوظيفه معينه. يعني حضرتك لو هتتكلم على الضمير ده ملوش علاقه بوظيفه سواء معلم سواء مهندس سواء طبيب. المساله مساله ضمير، لو انا خلاص هيقل ضميري فهعمل اي حاجه. صح صح. بس يعني ملهاش علاقه بوظيفه. ما هو الكارثه كمان ان منى زي ما احنا سمعنا من الاستاذ عزت من شويه بيقول ان هو اصلا حالته الماديه تحت خط الصفر يعني. فناس زي دي يعني ده حقيقه. طب هو ممكن بقى عشان الناس دي حالتها فقيره والناس يعني مش ناس ابوها واصل وابوها معروف يكون دي المعامله بتاعتها ويكون دي جزاءها انها حد نشيط وحد عايز يبقى حاجه كويسه؟ والله احنا بنطالب اي حد يعني مسؤول او اي حد يقدر يساعد منى ان هو يقدر يجيب لها حقها باسرع وقت، واحنا ما علينا ان احنا دلوقتي حاليا بنشهد ان هي كانت انسانه يعني مش ده مش مستواها يعني ده مش مستوى منى. طيب لغايه القضاء او القانون ما ياخد مجراه يا استاذ احمد المفروض هي هتعمل ايه منى؟ يعني هتعيد بقى وتعمل تذاكر تاني ولا تعمل ايه؟ لا هي بتقدم في النيابه والنيابه اكيد بتطلب اعاده النظر في الاوراق وخبير خطوط ويشوف ده خطها ولا لا. ماشي بس ده هياخد وقت والدراسه خلاص على الابواب يعني. ما هو ده ما هو انا مش عارف بقى اصل المشكله ان الامر ده هيبقى امر قضائي مش هيتنفذ الا عن طريق القضاء. واكيد القضاء ده هيبقى ادرى باموره يعني. طب هل ما فيش حاجه اسمها في وزاره التربيه والتعليم حاجه اسمها حتى روح القانون انها ممكن تخش امتحانات تاني من اول وجديد وتعمل لها امتحان؟ تدخل الامتحانات؟ ما ينفعش يا استاذ احمد؟ ما ينفعش ايه؟ يعني حاجه نقول عليها روح القانون في التربيه والتعليم مثلا انها تعمل لها اختبارات من اول وجديد وتمتحن من اول وجديد تاني؟ لا ما انا معلش ما انت دلوقتي حاليا مش تقدر تقول لطالبه تدخل امتحان مره ثانيه. دي حالة خاصة. حالة خاصة ممكن في طالب يقدر يدخل امتحان مرة ثانية وفي طالب ممكن ينتابه حالة نفسية ما يعرفش. هي بتقول أنا عندي استعداد أخش امتحانات تاني ولو ما جبتش الدرجة النهائية حاسبوني. خلاص هي أكيد أضرب قدراتها بقى هي هتقدر تدخل امتحان حاليا لو حالتها النفسية تسمح خلاص تدخل امتحان عادي. بنشكرك يا استاذ احمد بنشكرك يا فندم. حد متفوق في الابتدائيه ومتفوق في الاعداديه والمفروض ان هو عامل حسابه ان هو متفوق في الاعداديه كمان فوجئ ان هو خلاص الدنيا باظت منه وجايب 27% وحتى اللي ما ذاكرش احسن منه عشان ايه لسه هتاخد مجراها بقى في القانون تقعد لها كام سنه وموال ده حرام. احنا بنناشد السيد وزير التربيه والتعليم والسيد رئيس الجمهوريه سيد رئيس الوزراء اي حد يا جماعه يشوف حل للبنت دي لان ده مستقبل طالبه ممكن دي في يوم من الايام تكون حد مصر كلها تفخر بيه. معانا تقرير تاني او تقرير تالت. التقرير ده حاجه دمها خفيف يعني. زوجه تخلع زوجها لعدم انفاقه عليها وطردها من المنزل. قامت سيده بخلع زوجها بعدما تعبت وعانت من عدم تلبية احتياجات المنزل والإنفاق عليها مثل باقي الأزواج، وعندما طالبته الزوجة بذلك قام بطردها من المنزل وعدم إعطائها حقوقها المشروعة مما دفع الزوجة برفع قضية خلع على زوجها. احنا سجلنا مع الزوجة دي
الزميلة غرام عيسى عملت تقرير معاها، هنشوفه ونرجع لحضراتكم تاني. احكي لي حكايتك من البداية خالص مع جوزك. احنا اتجوزنا في 2014 في اول السنة، حوالي شهر الاولاني كنا كويسين جدا مع بعض. بعد كده ابتدت المشاكل تظهر، وابتدى كل الوعود اللي قالها لي مش بتتحقق، بالعكس بقى يبان ان هو عديم المسؤولية ومش بيفكر غير في انه ما تحصلوش مشاكل من زوجته الاولى، اللي هم اصلا لما احنا اتجوزنا كانوا منفصلين، بس هو ضغط عليا على حتة القلب الطيب ان ولاده هيتظلموا او هينحرفوا بمعنى الكلمة، هو قالها لي كده، يعني هم يتربوا في بيئة غير البيئة بتاعتنا المعروفة. فطبعا انا وقفت جنبه وقلت له لا رجعها، ولازم الولاد يتربوا في حضنك ومعاك وفي وسط اخواتك، واحنا كده كده كنا في السعودية مش هنا، وهي كانت هتبقى قاعدة في بيتهم هنا مع ولادها يعني. وبالفعل ده اللي حصل، ولما حصل الرجوع ابتدت بقى المشاكل تبان، تدخلني في حوارات وتدخلني في كلام، وفي نفس الشهر دوت اكتشفت ان انا حامل في ادم ابني. بمجرد ولادته وهو راجع اجازه، كان ادم عنده 3 شهور، ودي المره الوحيده اللي شاف ابنه فيه. لحد ما وضبت شقه في بيتهم بفلوسي وفلوس ذهبي، هو ما رضاش ابدا يساعدني باكتر من كده، و استلفت طبعا من والدي ومن اخواتي وعملت الشقه الحمد لله، وقعدت فيها على البلاط، ما رضوش يجيبوا لي اي حاجه او اتحججوا بالظروف، مع انهم ناس ميسوري الحال جدا جدا جدا، بس هم قالوا هو الملزم، دي تعتبر الجوازه الثانيه ليه، ووالده انا مش هساعد، قال لي كده انا مش هساعد، انا جوزته مره وهو يجوز نفسه بقى. ابتدوا بعد كده بقى يضطهدوني، بتطلعي الساعة كام، بتدخلي الساعة كام، بتعملي ايه، مش عارف يعني، اضطهاد بطريقة مستفزة. فضلت قاعدة وفي حالي لحد ما حصلت مشكلة بيني وبين اخوه، لقيته مغير كالون باب العمارة ومنعني من ان انا ادخل بيتي وبيتي اللي انا موضباه. بشتغل شغلتين الصبح في المحكمة، بعد الظهر في الحضانة، براعي ولادي أب وأم وكل حاجة في البيت، يعني حسوا بالمعاناة اللي أي واحدة، ومش أنا لوحدي، ده في ألافات الستات زيي. رفعت قضايا كتير، نفقة وتسليم قايمة وحاجات كتير، واشتكيته بالوصل الوصل اللي هو كان ماضي عليه. كل الأحكام دي معايا، حطاها في الدولاب وحط إيدي على خدتي. أنا واحدة من الناس قدرت، وعندي صحتي اللي قادرة أشتغل شغلة واتنين، وعندي أمي اللي بتساعدني في تربية الولاد، لكن في ستات كتير ما عندهمش الكلام ده، بيضطروا يعملوا حاجة غلط، بيضطروا يسرقوا، بيضطروا يقفوا في الشوارع يشحتوا عشان ولادهم، وفي الآخر بيتلام عليهم. طب أنت فين يا دولة؟ انا ما كنتش اقصد خالص ان الحفله تاخد الصدى دوت ولا يتسمع بيها قوي كده، بس انا برضو مش زعلانه، لان انا ما عملتش اي حاجه غلط وما اذيتش اي حد. حفله خلع، هو فعلا اتخلع، انا ما كذبتش وما افترتش، هو فعلا اتخلع. الراجل دوت كان بيروح له اعلانات بكل جلسه بميعادها، وكان وراح له في الاول خالص صحيفه دعوه بتقول ان انت مرفوع عليك قضيه خلع، لو هو مش قابل على نفسه كلمه خلع كان حل الموضوع. معايا سما وهنا اكبر منه، دول عندي بقى نور عينيا كده اللي بالدنيا وما فيها. خلاص ادم من وقت ما بابا ابتدى يبان على حقيقته وان هو عديم المسؤوليه للدرجه دي، ادم بقى بالنسبه لي الراجل بتاعي. اي ست عايشه ظروفي مظلومه جدا، والله يا جماعه والله مظلومه جدا، قانونا مظلومه جدا، اخذت احكام وقعدت في بيتها حطت ايديها على خدها، هتتعرض لحاجات كتير، والله الذنب في رقبتكم كلكم، ذنب في رقبه اعضاء مجلس الشعب اللي هم بيتفرجوا علينا ومش عاجبهم. اعضاء مجلس الشعب، حضرتك ما سختليش قوانين وتنفيذيه تضمن لي حقي. الشرطة التنفيذية فين؟ انت فين؟ بس في المقابل ناس كتير وقفت معايا وقالت لي حقك وحقك تفرحي. انا شفت من الراجل ده يا جماعة ومن اهله مواقف ما فيش واحدة في الدنيا تتحملها، وبرجع واقول تاني هم ميسورين الحال، لو هم مش ميسورين كنت عذرت، لان انا مريت بظروف مش كويسة، لكن هم ميسورين الحال بس ظلمة، فطبيعي ان انا افرح. أنصح أي واحدة في ظروفي
اوعي تتنازلي عن حقك مهما كان، مهما حد وقف قصادك، لو حتى اهلك نفسهم اللي وقفوا قصادك، اوعي تتنازلي عن حقك، لان ده مش حقي، ده حق ابني قبل ما يكون حقي، لان انا مش هاخد حقي ده واروح اعيش بيه لوحدي، لا ده انا هعيشهم هما بيه. الظروف ضدك، ما تعمليش، حاولي على قد ما تقدري ما تعمليش حاجه تسألك اي واحده ست، ما ينفعش، ما ينفعش عشان خاطر اولادك وعشان خاطر نفسك وعشان خاطر ربنا تعمليش اي حاجه تسألك. طالي واهله احب اقول لهم افتروا كمان، افتروا كمان وكمان، والله ما حاجه هتنفعكم. انا بسمع عنكم اخبار وحشه جدا واخبار بتزعلني، لان انا اكلت معاكم عيش وملح. الجد انت مش عادل، انت بتعمل كل حاجه لاحفادك التانيين وسايب ادم. وقت ما قلت للناس انا عايز اعمل له وادخله مدارس خاصه واعمل، بس هاخده من امه. حضرتك مش من حقك ولا دين ولا قانون يديك الحق ده. الام انا ما عملتش فيك اي حاجه وحشه، اي موقف، بالعكس. بس عايز اقول لك كلمه وحيده، انتي هتطلعي من الدنيا دي بمترين قماش، وانا مش هسيب حقي مهما كان ومهما طال، لاخر نفس في عمري لحد ما هموت مش هسيب حقي. كان زمان الواحدة الست لما تتطلق بتلبس اسود وبتدخل البيت كله في نكد، ومتبقاش طايقة حد ولا طايقة تتكلم اي حد. النهاردة الست بتخلع جوزها وبتعمل حفلة وبتجيب تورتة وكأن مفيش اي حاجة حصلت، بالعكس ده هي مبسوطة. مش عارفين ده من ايه، هل ده من سوء اخلاق الزوج او من سوء معاملته ليها فهي ما صدقت ان هي خلص منه، ولا خلاص بقى جواز من دي الحال ومن المعيشة الصعبة اللي الناس بتعاني منها، بقى خلاص كل واحد عايش لنفسه وكل واحد معاه ابن عايز ربيه، وخلاص الزوج حتى مش عايز يصرف على اولاده. وصلنا لمرحلة ان حتى الاب مش عايز يصرف على اولاده، بيبخل على اولاده حتى بتعبه، ودي كارثة بكل المقاييس. لما الاب دلوقتي مش عايز حتى يصرف على اولاده، مش عايز يصرف على بيته، دي مشكلة كبيرة. يعني مفيش فلوس ومفيش شغل، والناس بتقول لك مفيش فلوس ومفيش شغل، طب ده معناه ان انا اقعد؟ طب ولادي يعيشوا ازاي؟ زوجه زي دي مسؤوله منك، تصرف منين؟ لما يوصل الحال انها ترفع عليه قضيه خلع وتتصور وتعمل تورته وتعمل فرح وتعمل حفله انها خلصت منك، ده معناه ان انت ايه يعني؟ مش بشر. ده معناه ان انت كنت بتعملها ازاي؟ او هي عايشه ازاي؟ احنا بنحاول نوصل للاستاذه سهى اللي هي معانا على التليفون. معانا الاستاذه سهى، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ احمد، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كويسه. مش عارفين والله نقول لك مبروك ولا نقول لك معلش ولا نقول لك ايه بصراحه، بس عايزين حضرتك تحكي لنا ايه اللي حصل. ادعوا لي، يعني ادعوا لي ربنا يقويني ويقدرني وافضل موقفه البيت على رجله باذن الله بالحلال. ربنا يقويك يا استاذه، ربنا يقويك يا رب. ما هو ما حدش منهم كلمك تاني يا استاذه، ولا حد حاول يوصل ليكي ولا حاجه؟ انا عايزه افاجئ حضرتك وافاجئ الدنيا كلها ان كل اللي حصل ده هوا حصل، ما فرقش معاهم خالص، ما فرقش معي هو شخصيا خالص، حتى لحد النهارده اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها ما سالش عن ابنه برضو، بيحارب في المحكمه، كل مكسب حاجه بيعمل عليها استئناف، يعني موجود. يعني انت موجود وبتصرف وبتروح تدي لمحامي عشان يعمل لك استئنافات عشان يوقف لي احكامي اللي انا خدتها، ومع ذلك انت ما بتصرفش على ابنك ولا بتسال عليه لحد النهارده. طب بعد كل ده مش عايزين نحتفل ان انا خلصت منه؟ يعني اظن ده ما يعني حقي، اقل حق من حقوقي ان انا افرح. انتوا اتجوزتوا كام سنه يا استاذه سهى؟ 4 سنين وشويه. طيب يعني 4 سنين ده ما شفتيش اي حاجه كويسه منه؟ والله انا ما لحقتش يا فندم، انا يعني الشهور الاولى اللي كنا كويسين فيها مجرد ما زوجته الاولى عرفت بالجواز وحاولت اصلح ما بينهم عشان الاولاد، ولما رجعت الدنيا اتقلبت 180 درجه، مش فاهمه ليه لحد دلوقتي انا ذنبي ايه وذنب ابني اللي كان لسه ظبطني وقتها. يعني انا لو كنت مش حامل وقتها كنت هسيب الحياه دي. لا انت خلاص قررتي تبقي كويسه وقررتي تعاملي جوزك كويس وعايزه تعيشي، انا هسيب لك الحياه دي لان انت احق بيها، انت معاكي منه 3 اولاد. لكن انا للاسف في التوقيت ده كنت حامل في ابني، فما كانش ينفع ان انا اظلم ابني انا كمان. طب هو حضرتك اقل حاجه كنت هعملها هقول له
زي زيها ونعيش وخلاص. تمام. انت ما كنتش عارفه ان هو كان متزوج يا استاذه سهى؟ لا طبعا كنت عارفه انه عنده زوجه بس كانوا منفصلين، عارفه ان عنده اولاد من زوجه اولى بس منفصلين. يعني هو ما رجعش الزوجه الاولى وانت معاه؟ ايوه طبعا ده انا اللي مرجعاهم يا فندم. انت اللي رجعتيها في الاول خالص؟ لكن في الاول خالص كانوا منفصلين وانا اللي صممت لما هي لقيت ان هو قلقان على اولاده زي ما حكيت في التقرير كده، كان قلقان عليهم جدا وعلى تربيتهم وعلى عيشتهم. حاولت اصلح الدنيا عشانهم لان انا كان انا عندي برضو بنتين واخاف عليهم زي ما احب لاولادي احب لاولاد الناس، بس للاسف كله اتقلب عليا ومش مهم انا يعني اركنوني على جنب. لكن يتقلب على ابني ليه؟ انت ليه؟ ليه يا جد يا جد ابني ليه يتقلب على ابني؟ ليه يا جدته؟ ليه يا عمامه؟ ليه؟ ما حدش يقف للراجل ده ويقول له حرام اتقي الله ليه؟ ما هي دي بقى الفكره اللي انا بتكلم فيها من يوم الموضوع ده يا استاذ احمد، ان للاسف ما بقاش عندنا الكبير، ما بقاش عندنا الكبير اللي بنمشي ورا كلمته واحنا حاطين وشنا في الارض، لان ما ينفعش نكسر كلمته لان هو الحق وهو اللي هو اللي ممشي العيله المفروض يعني. احنا ما بقاش عندنا الموضوع ده، ما بقاش عندنا كبير للاسف. الست بقت بتمشي هي البيت، العيل صغير في البيت ممكن يمشي الدنيا بشويه عصبيه وشويه هرجله، اي حاجه ممكن تحصل في البيوت دلوقتي. صح. طب هو لو 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 ربنا صلح حاله كده يا استاذ سهى وحب يرجع عشان يربي ابنه وياخد باله من ابنه، يرجع يرجع يا استاذ احمد؟ انا ما عنديش مشكله انه يشوف ابنه، انا بتحايل يا جماعه والله انا بتحايل، انا بتحايل يشوف ابنك عيشه ثانيه واقامه حياه ثانيه بيني وبينه مستحيل لان هو سقط من نظري خالص. لكن ابنه ده حق فرض عليه، ابنه يصرف عليه ويسال عليه ويشوفه. ابنه لحد النهارده ما يعرفش ملامحه يا استاذ احمد، لحد النهارده ما يعرفش ملامح ابوه شكلها ايه، وهو عايش معانا في نفس البلد. يرضي ربنا. هو بيشتغل يا استاذ سهى؟ بيشتغل ايه هو؟ بيشتغل مع والده عندهم في سوق الجمله، سوق الخضار والفاكهه، سوق الجمله، وناس مستوى يعني مستوى مادي مرتاح جدا. بس للاسف العند يورث الكفر للاسف. ربنا يصلح حالهم ويهديهم يا استاذ سهى، وربنا يوفقك ان شاء الله في حياتك. شكرا يا استاذ سهى. معانا الاستاذ احمد من المنوفيه. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بيك يا باشا، مساء الخير وكل اللي حواليك يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. والله يا فندم معلش يا فندم على الموقف بتاع الاستاذه سهى. اتفضل. لو كل واحده يا فندم عاشت القصه بتاع مدام سهى دي، عملت كده خلعت جوزها، يبقى كل الستات في الشارع والاطفال في الشارع، الضريبه اللي هي هتدفعها الاولاد دي، هو وهي كمان الاولاد يا فندم، انت حضرتك بعد اذنك الراجل ده كان متجوز وعنده اولاد، انت عملتي معاه معروف او عملتي مع زوجته الاولانيه معروف ورجعتها له وانت متجوزاه، طب ما عملتيش المعروف ده ليه قبل ما تتجوزيه؟ ها؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، هو انت اتجوزتيه علشان ايه؟ عشان ان هو غني ومبسوط وشغال تاجر والكلام ده؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، انت اخترتي فاستحملي نتيجه اختيارك، هو كويس هو وحش اصبري، في ستات زوجها توفى وساب لها سبعه وهم اميات مش شغالين وتولت تربيتهم ومنعت ان عم او خال او اي حد يتصدق عليهم او يديهم، تم وكافحت عليهم وربتهم وهي اميه. حضرتك يا ابله سهى انت كده جنيتي على اولادك مش جنيتي على زوجك. ثانيا تعملي فرح للخلة ده معلش يعني حرام يا فندم، انت كده بتفضحي اولادك، بتخلي اولاد صوره اولادك مش كويسه. ثانيا الاولاد دول راجعين لابوهم، فانتوا الاثنين جنيتوا على اولادك، وهو بتطنيشه ده وتجاهله لمواقفك، وانت بسرعه تصرفك انك تروحي تخلعي زوجك. استحملي، كان افضل انك تسيبيه وتروحي تقعدي مع اهلك تمام، وتصرفي على عيالك لو كانوا ما حدش بيبات من غير عشاء يا مدام سهى. حرام عليكي اولادك، حرام عليكم القضايا اللي انتوا عاملينها قصاد بعض، الاولاد هم اللي بيجنوا ثمار اعمالكم. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا استاذ احمد. شكرا يا فندم. بس هو استاذ احمد برضو عشان نكون منصفين، كل فعل وله رد فعل، يعني الناس هتعمل ايه؟ ما هي زهقت وخلاص جابت اخرها. في فاصل يا جماعه عشان الاذان ولا ايه؟ طب هنطلع فاصل يا جماعه عشان الاذان ومكملين مع حضراتكم. التقرير اللي جاي ده عن قريه من قرى مصر، قريه محلطصه تبع مركز شبراخيد في البحيره. القريه دي خارج نطاق الخدمه، صرف صحي معدوم، تربيه وتعليم كانت تكون المدارس معدومه الخدمات فيها،
كل حاجة في القرية دي يعني ما فيهاش أي حاجة سليمة. الأكتر بقى إن الحاجة الوحيدة اللي هم بيرفهوا على نفسهم بيها هو مركز الشباب، نادي رياضي، ملعب. الناس دي نفسها تلعب في عندهم نادي، عايزين يربوا ولادهم تربية كويسة، إنما للأسف النادي يعني خلاص بقى حاجة تانية خالص غير يعني اللي هو منوط بيه. الشباب بيتعاطى فيه مخدرات، مكان مهجور، وعدوهم المسؤولين اكتر من مره ان هم يشغلوا لهم المكان ده، ما حدش قدر الناس دي. زي يعني زي احنا بنقول كده ان ريف مصر مواطنين من الدرجه الثالثه. معانا تقرير هنشوفه ونكمل مع حضراتكم. الطفل بيتولد بيكون عنده طاقة محتاج يطلعها في أي نشاط، ولو الطفل ده اتولد وما لقاش المكان اللي يقدر يطلع فيه الطاقة بتاعته هيتجه في المستقبل لاتجاه غلط. دلوقتي احنا هنا في محلة صا، محلة صا يا جماعة فيها مركز شباب، وزي ما حضراتكم شايفين مركز الشباب لم يتم إنشاؤه والتشطيبات لم تكتمل، والأطفال بيلعبوا هنا في الشوارع وعلى الأرض. احنا ما عندناش اي مكان للناس تترفع فيها، احنا كنا بنيجي من شغلنا نيجي المركز الشباب نقعد فيه، دلوقتي مش لاقيين اي مكان، الناس كلها على قهاوي بره، في مشاكل بين الاهالي وبعضها بسبب مركز الشباب لان ما عندناش مركز شباب. رحنا لاعضاء مجلس الشعب قالوا لنا هيخدمونا وهيعملوا لنا، طبعا دلوقتي بقى لهم 3 سنين او اكتر ما فيش حد بص علينا، انت شايفه كل حاجه اهمال، الشباب كله في الشارع ما فيش اي حاجه بيعملوها. انا بنرحب بحضراتكم ان انتم النهارده جايين متكبدين العناء عشان تشاركونا مشاكلنا الموجوده في القريه. النهارده المشاكل اللي انتم شايفينها على الطبيعه وبصوروها النهارده للعالم كله والناس تشوفها وتشوف المسؤولين اللي محدش بيدور على الناس. الشباب النهارده بدل ما كان بيلعب كوره وبيطلع الكبت بتاعه في الرياضه، النهارده بيبقى قاعد على القهاوي ومن السهل جدا ان هو يغلط ويشرب مخدرات وما الى ذلك. النهارده المسؤولين حتى اللي بيجي عندنا عشان يحل مشكله زي مشكله الملعب، كل واحد فيهم بيرمي المسؤوليه على غيره، حتى لو هم لما يجوا بيجوا يعملوا اي حاجه. حتى الصوره اللي انتم شايفينها حضراتكم ده، الشارع اللي هو اللي في الناحيه القبليه ما هوش ملك الملعب، يعني ملك خاص للاهالي الموجوده قبليه الملعب. ولما يجي مسؤول نقول له الكلام ده، احنا عشان احنا كنا بنلعبوا رياضه قبل كده ما رضناش نقفلهم، وقلنا لهم يا جماعه احنا مش مشكله عندنا انزلوا وابنوا كل حاجه ما فيش مشكله، بس بعد كده اعمل لكم بوابات على الجسر هناك عشان خاطر انتم ما لكمش بوابات هنا. جو برضو عملوا السور وسابوا المكان ده الفتحه اللي فيه هناك ده اللي هم ما لهمش فتحه هناك وما دوروش علينا. والنهارده بعد 3 سنين الناس ما بيدوروش على الملعب ولا حد بيسال، حتى الملاعب اللي كانت موجوده معانا شطبت وتخلصي، واحنا النهارده شباب بتاعنا بياخد عربيات وبيطلع وبيتكبد العناء السفر عشان يلعب ماتشات بره. النهارده شايفين على قدام حضراتكم الاطفال النهارده بيلعبوا على الحصى، يعني لو عيل فيهم وجع النهارده هينكسر ويعلم ربنا بحاله. النهارده احنا بنعرض يعني مشاكلنا قدام حضراتكم، ويا ريت توصلوا صوتنا للمسؤولين ان هم يجوا يحلوا المشكله اللي احنا شايفينها دي، ونحن بنشكر حضراتكم جدا. يعني مشكله النادي لها 3 سنين، احنا مش عارفين بقى الإدارة في شبراخيت هي السبب ولا المقاول ولا اللي كان ماسك قبل كده. حضرتك شايفة الشباب دلوقتي بدل ما كانوا بيجوا يلعبوا كورة التجوا لشرب المخدرات، الإهمال وصل للبلطجة بالنسبة للشباب، مش شرط الشباب الصغير ده، الشباب اللي هو زي دلوقتي. فأنا بشكر حضراتكم إن انتوا جيتوا بس تبلغوا الرسالة دي للمسؤولين. احنا عند الوقت بصفتي اعضاء من مجلس الشباب، احنا الوقت عندنا مشكله جدا بنعانوا منها والشباب بيعاني منها جدا جدا، وملعب شباب محلصه ده تاني مركز شباب بعد مركز شباب شبرخيت ماشي. فاحنا دلوقتي بنعانوا جدا والشباب بيعاني وبيصرف مصاريف كتيره جدا، فاحنا طالبين من الساده المسؤولين ان هم يشوفوا لنا مشكله، لان احنا بنجاوب بنتكلم المهندس وبنكاول المجاول وهم بيوعدونا اوعده كتيره ولكن ما فيش تنفيذ. فاحنا نرجو من الساده المحاضرين زي حضرتكم وصلوا كلامنا للمسؤولين، وزير الشباب والرياضه، وكيل الوزاره بالشباب والرياضه، اداره شباب شبرخيت، الناس دي كلها بتبذل مجهود، بس احنا عاوزين نخلص مشكله الملعب دي اللي متوقفه اديلها 3 سنين. جابوا لنا سن وقعدونا كم مره وبنوا لنا سور، والسور فيه مشكله دلوقتي عشان البيوت المجاوره دي. فاحنا حضرتكم توصلوا مسؤوليتنا. ومعانا على تليفون دكتور ضياء ديودار مدير المنشآت الرياضيه. اهلا بك يا دكتور ضياء. الو دكتور ضياء.
ايوه يا فندم، مساء الخير. مساء الفل يا فندم، اخبار حضرتك ايه يا دكتور؟ زي الفل الحمد لله، امورني يا فندم. الحمد لله يا فندم. والله يا دكتور في قريه اسمها محلطصه، دي تبع مركز شبرخيت في البحيره. الناس دي عندها ملعب بقاله اكتر من 3 سنين بيجهزوا فيه. الناس دي عشان تروح يعني في دوره كره ولا حاجه لازم يروحوا شبرخيت، طبعا ده مسافه كبيره جدا عليهم. الملعب كاد يكون انعدم من قله التشطيبات فيه، المقاول ما بياخدش اي اجراء، مركز مدير الشباب والرياضه طبعا مهمله الموضوع تماما. كنا عايزين حضرتك تشوف لنا حل في الموضوع ده يا فندم. معلش انا مش سامع بس اسم القريه واسم المركز. ايه القريه؟ اسمها محلطصه. محلطصه تبع مركز شبرخيت في البحيره. تمام يا فندم. فيها مركز شباب؟ فيها مركز شباب، المفروض ان هم بيجهزوا فيه بقالهم اكتر من 3 سنين، هدوه بيجهزوه وما عملوش فيه اي حاجه تاني. فالناس طبعا بتعاني. طيب. الولاد بيلعبوا على زلط يا فندم، على زلط يعني. طيب. الشباب عشان يلعب بيطلع بره البلد. يا حبيبي انا هستاذنك، طبعا انت في تقرير انت عامله بس انا مش سامع لصوت صالح بالنسبه لي. تمام. انا في مكتبي حتى الان، انا في مكتبي حتى الان. تمام يا فندم. في المكتب بتاعي من 7:30 صباحا ل 8 صباحا ل 8 8:30 مساء يوميا. تمام. انا في انتظار اي حد يجي لي من القريه او من مركز الشباب نفسه يجيب لي ملف كامل عن الموضوع ويعتبر الموضوع منتهي من هذه اللحظه. ما نتحرمش منك يا فندم، ده طبعا عشان حضرتك. الجزئيه الثانيه مراكز الشباب الفتره اللي جايه دي باذن الله هتشهد طفره كويسه جدا، استكمالا للطفره السابقه اللي عملها البشمهندس خالد عبد العزيز. احنا معانا راجل متخصص دلوقتي دكتور اشرف صبحي. تمام. دكتور عينه على مراكز الشباب تحديدا، راجل ما بيمشيش يكاد ما بيمشيش من الوزاره خالص. تمام. دي في حد ذاتها عامل حاجه كويسه جدا في الوزاره، في حركه دؤوبه في الوزاره الفتره الحاليه لخدمه مراكز الشباب والمنشات الشبابيه والرياضيه على مستوى الجمهوريه. بالتوفيق دايما يا فندم، وده طبعا احنا بنتوسم في حضرتك الخير، بس هنستاذنك هندي تليفون حضرتك للناس يتواصلوا مع حضرتك. شكرا دكتور ضياء. اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، سعدنا بكم ونتمنى ان نكون قد اسعدناكم على وعد.